سبع قرون قبل الميلاد، ده عنوان فيلم وثائقي روائي يجسد قصة لاعب التنس المصري أنور الكموني اللي تغلب على مرض فشل النخاع العظمي وعاد مرة تانية بعد صراع سبع سنوات مع المرض، وهو من إنتاج مصطفى نور ومن أيضا شريف الوسيمي ومن تأليف وإخراج مصطفى نور. وطبعا كان لنا تقرير خاص عن الفيلم ده هنشوفه حالا. The best thing that I can take about this situation or about his life is that always you have to fight for the things that you want. سبعة قرون قبل الميلاد هو أول فيلم وثائقي يروي قصة البطل أنور الكموني الذي تغلب على المرض وعاد إلى الحياة من جديد. هو أنا جالي مرض بعد ما كنت لاعب مصنف عالمي بتوصل لحاجة في حياتي، جالي فشل في النخاع العظمي وده كان شيء صعب قوي إن يجيلك وتحسي ان حياتك اتهدت وانتهت وتحولي من انسان سليم لانسان عاجز وانسان صعب يعمل حاجه وصعب يعمل شيء. فجاه تحولي من واحد رياضي في الملعب لواحد قاعد في المستشفى سنين، كنت كل مره بحاول وبحارب ان ارجع تاني، وكان كل مره مش كل كنت كل مره بنجح، كان كتير بيحصل لي فشل سبع سنين بحارب مش بنجح فيه، نجحت بس في السنه الاخيره. فيلم سبع قرون قبل الميلاد قصه كفاح من اجل حلم، يعني قصه هتهم اي انسان في اي مكان واي زمان، اي حد في الدنيا عنده حلم وعايز يحققه وتقابله صعوبات كتير في حياته ايا كان هي كانت عامله ازاي. بس يعني انا ده كونسبت من الحاجات اللي كنت مؤمن بيها في حياتي، بس لما قابلت كابتن انور ما كنتش مصدق ان في حد فعلا هيقدر يقول للمستحيل لا، وحد يثبت للناس ان كل حاجه حقيقيه، ان انا ما فيش حاجه اسمها مستحيل. حضر العرض الخاص عددا من اطفال مستشفى 57357 لعلاج السرطان، فقد وجدوا في كابتن أنور الكموني نموذجا وقدوة في الإصرار والتغلب على المرض. أنا اتعلمت النهاردة من الكابتن إن أنا أكون عندي إرادة ولازم أحقق حلم اللي أنا عايزه، وإن شاء الله أخف وأحقق حلم. كنت بلعب كرة برضو، بس أنا ما كنتش عندي أمل، بس لما شفت الكابتن أنور حسيت إن عندي أمل وإني هرجع ألعب كرة تاني. أنور الكموني قصة كفاح لبطل تميز بالعزيمة والإرادة، فجعل من المرض حافزه الأكبر لتحقيق النجاح قاهرا كل التحديات. ميرنا عادل، أون لايف.